هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها زوجها؟ نعم يجوز لها ذلك، لكن بعد ذلك إذا فرض أن تزوج وهو أرادت أن تطلق، تطلق وتأخذ كل حقوقها. يعني يجوز للمرأة أن تقول ذلك، أنا لا أتحمل، تجوز لها أن تقول أنا لا أتحمل أن تأتي علي ضرة، فاكتب لي في العقد أنك لا تتزوج علي، إن تزوجت علي فسأكون طالقا، وحينئذ أو تطلقني إذا تلزم بتطليقي إذا تزوجت علي، فستكون حينئذ تأخذ كافة حقوقها ولن تكون مختلعة. جزاك الله زوا خير. وافق، الله يسلمك.